السلام عليكم. محاضرة Digital Communication Systems للمرحلة الثالثة السمستر الثاني، معكم دكتور ياسر زاهدي. طبعا هاي الاستعدادات هي البارت 1 من المادة، ومادة Digital Communication Systems طبعا تعتمد على المادة اللي أخذناها بالكورس الأول أو السمستر الأول اللي هي Digital Communications. راح نبدأ كبداية مع الـ typical. أريد نسوي تذكير على الـ typical digital communication system. هذا الـ figure اللي يمثل الـ block diagram for a typical digital communication systems by Scala. يتكون كما ذكرنا سابقا أنه من هذه الأجزاء، أنه عندنا الـ information source تكون bits اللي هي digital bits 1 or 0، راح تدخل على الفورمات وراح تصير symbols، تتحول الى symbols وتكون digital input m of i. وراها عندنا optional، we have some optional block diagrams. وراها راح نبدأ بالpulse modulate. الpulse modulate راح احول السيجنال اللي هي digital، اللي هي اصلا يعني not a waveform لكن فقط bits، راح احولها الى waveform. اوكي، waveform اللي هي gi of t اللي تكون baseband waveform. وقلنا baseband waveform فرقها عن الwaveform العادية اللي تكون شنو، low frequency signal. وراها راح نجي على الband pass modulation، راح تعبر اشارة الى الband pass modulation process and it will be converted to a digital band pass waveform. And this one has high frequency. And we know that we have several reasons to make the digital bandpass waveform. After that, we'll go to the transmitting side. We are on the transmitting side. Maybe we need ممكن نحتاج frequency spread or multiple access. يجوز نحتاجهم حسب. And then the optional مثل ما نشوف بالفيجر. وراها راح نروح ونرسلها عن طريق الانترنت اللي هو wireless transmission. نتكلم احنا عنه. هالحالة راح تكون عندنا الاستجابة أو الريسبونس الخاصة بالميديوم أو الشانل، نعبر عنها بالشانل impulse response. We will receive these and then we will have the demodulation part and then sampling, then detect. We detect the symbols. طبعا حسب الاوبشنز اللي احنا استعملناها، إذا استعملنا فقط السيمبل بالفورمات كسيمبلز وما استعملنا الشانل encode، فأكيد راح نحول من الديتكت نروح إلى المسج سيمبلز. والمسج سيمبلز مكتوب هنا M of I وعليها hat، لأن هاي تمثل estimated message symbols، لأن الأصلية هي هاي الـ M of I، لكن الـ estimated one المخمنة هي الـ M of I hat. يدخل على الفورمات أيضا وتصير عملية تحويل إلى الـ information sync bits. هذا كتذكير بالنسبة لـ typical digital communication system، النظام الـ communication system الشائع طبعا بـ options تنضاف و options أكو أساسيات لازم موجودة وأكو في بعض الخيارات اللي ممكن إضافتها أو عدم إضافتها. طبعا في هذا الـ subject اللي هو digital communication systems مثل ما قلنا تكمل digital communications، يعني هو الـ subject of digital communication as well، يعني كعموما involves the transmission of information in digital form. لأنه يمثل مثل ما نعرف أنه transmission of information بالحالة digital from a source. The source دائما يقوم ب generation of the information، يولد المعلومة إلى destination. ممكن يكون one destination، ممكن يكون many destinations، يعني ممكن نرسل الإشارة إلى يعني receiver واحد أو هدف واحد، ممكن أكثر من هدف. لكن احنا بالنسبة للديجيتال كوميونيكيشن جاي نركز على أنه الترانسميشن او ارسال المعلومات تكون بالديجيتال فورم. هذا الشيء الاساسي اللي عندنا نركز عليه بالديجيتال كوميونيكيشنز. الان احنا راح ناخذ ونركز على ما يسمى بالديجيتال مودوليشن تكنيكس. نعرف ان المودوليشن هو عمليه اللي هي عمليه تحويل البيانات، يعني بالعربي تجي تضمين، مودوليتنج سيجنال وذ ا كارير، انه نضمن لسبب معين طبعا راح نشوف انه نضمن الاشاره مع اشاره اخرى ونرسلها لعده اسباب خاصه بهذا التضمين. So the main difference طبعا بالمودوليشن، بالحاله المودوليشن احنا عندنا analog modulation اللي هو معروف
واللي هو الاي ام امبليتيود موديوليشن، اكو الفريكوانسي موديوليشن، موجود ايضا الفيز موديوليشن، عده انواع من المودوليشنز اللي هي الانالوج موديوليشنز. ايضا اون ذا اذر هاند وي هاف ذا ديجيتال موديوليشن تكنيكس. But the main difference between analog and digital modulation is that the transmitted message for a digital modulation system represents a small set of abstract symbols, example zeros and ones for a binary transmission system. فطبعاً بالنسبة للديجيتال مودوليشن للترانسميتد مسج للديجيتال مودوليشن تمثل ones or zeros، الأجزاء اللي ترسل هي عبارة عن one و zero، مثل ما شفنا تكون information bits أو symbols على الأكثر. While in an analog modulation system the message signal is a continuous waveform، مثل ما نعرف الإشارة الأنالوج يعني تكون إشارة continuous، مثلا خلينا ناخذ sine wave مثلا مستمرة أو موجة مربعة مستمرة. فمن راح نرسلها بالأنالوج موديليشن، المسج الأساسية مالتنا، المسج اللي إحنا نريد نرسلها واللي ممكن نسوي عليها عملية الموديليشن، هاي الرسالة مالتنا، المعلومة مالتنا، هي تكون ويف فورم بالأنالوج. لكن بحالة الديجيتال هاي المعلومة مالتنا هي عبارة عن بيتس، مثل ما نعرف إنه تكون كل المعلومات عندنا هي عبارة عن 1 و 0 المعلومة، ذاك نسميها abstract symbols مجردة 1 or 0. هاي ال 1 or 0 اللي عندنا نريد احنا ايضا نسوي لها modulation ونرسلها. بالانالوج modulation عندنا لا، عندنا اشارة اللي هي الاشارة waveform any waveform، ونريد ايضا نرسلها نسوي لها modulation لسبب، يعني اي سبب كان، بسبب معين نريد نسوي لها modulation. So to transmit a digital message, now we have a digital message in here 1 or 0, 1 0 بهالتصميم. Digital modulation allocates a piece of time called a signal interval and generates a continuous function that represents the symbol. طبعا digital modulation راح يكون بتخصيص شنو جزء من الوقت يمثل signal interval. يمثل interval هي الفترة، الفترة الخاصة بهذا السيمبل اللي بالمسج، and generates continuous function that represents the symbol. وراها راح نحولها الى عمل الى فد داله مستمره اللي تمثل السيمبل، فاحنا راح ايضا نحولها الى فد داله او function continuous، يعني ما نقول analog لكن ايضا continuous مثل analog تمثل المسج الديجيتال مسج. For digital modulation the message signal is often transformed into a baseband signal. فطبعا احنا عندنا ضمن الديجيتال موديوليشن عندنا جزء انه المسج تتحول الى مباشره مثل ما قلنا بيز باند سيجنال، تتحول الى لو فريكوانسي سيجنال اللي هي بيز باند سيجنال، وبعض الاحيان تتحول الى باند باس سيجنال. In a wireless communication system a second part of the modulator converts the base band signal to a radio frequency RF signal modulating the phase frequency or amplitude of the carrier. طبعا هذا الشيء احنا نعرفه انه احنا عندنا ممكن ان نحول الديجيتال المسج سيجنال راح نحولها بيز باند، ممكن نحتاج فقط نستعملها كبيز باند سيجنال، مايبي ما نحتاج ان نرسلها كراديو فريكوانسي، فراح تبقى كبيز باند ونقدر نرسلها كبيز باند خاصة اذا كيبل كونكشن. لكن اذا نروح على الوايرلس كوميونيكيشن سيستم احنا حولنا المسج الى بيز باند، بس من نريد نرسلها بالوايرلس واي عن طريق الارسال اللاسلكي، second part of the modulator نحتاج جزء آخر، ما يكفينا بس البيز باند سيجنال، نحتاج إلى أن نحولها إلى راديو فريكوينسي سيجنال. راديو فريكوينسي سيجنال يعني ترددها أعلى من التردد الخاص بالبيز باند سيجنال. طبعا حتى نحولها إلى راديو فريكوينسي سيجنال نسوي عملية المودوليشن على البيز باند، راح يكون على البيز باند سيجنال. ما أوريدي عندنا بيز باند اللي هي ويف فورم لكن ترددها قليل، لكن نريد نسوي عملية موديوليشن تصير مثل حالة الانالوج موديوليشن، نريد نسوي موديوليشن على البيز باند، راح نغير او نسوي موديوليشن عن طريق الفيز، ممكن يكون الفريكوانسي او الامبليتيود مالت الكارير، الكارير سيجنال، لان نعرف انه بالموديوليشن عندنا المسج سيجنال اللي هي رسالة المعلومات مالتنا، وعندنا الكارير الرسالة الحاملة اللي تحمل رسالة المعلومات. فاحنا عندنا الاصلية اللي هي مسج، ونحتاج نستعمل كارير حتى الكارير تحمل رسالتنا اللي بيها المسج مالتنا وترسلها. حتى الكارير ممكن تحمل الرسالة مال المسج مالتنا، ممكن نغير بيها لازم الفيز فريكوانسي او الامبليتيود.
in a wired system. إذا عندنا خلينا نقول نظام wired، أنا هيك بس كملاحظة، نظام wired مو wireless، مو لاسلكي. The baseband signal may be sent directly without carrier modulation. ممكن نرسل مثل ما ذكرنا ال baseband signal بدون ما نحتاج carrier modulation، ما راح نحتاج high frequency ونرسلها فقط كواير. بس طبعا هاي راح نحتاج ان الجهاز مالتنا، الجهاز خلينا نقول جهاز A متصل بجهاز B عن طريق واير، مو عن طريق wireless connection. However, sometimes multiple message signals are required to transmit simultaneously through the same wire. طبعا تصير بأغلب الحالات انه بنفس الواير راح ترسل مو مسج واحدة، عدة messages. ممكن تل wire connection to many devices. Use device يرسل at the same time many messages. So you need to like differentiate. نحتاج انه نميز ما بين الرسائل او المسجز المرسلة بنفس الواير، لان راح تصير عملية مثل تشويش ما بين رسالة ورسالة بنفس الواير. فلازم نميز بين رسالة واحد، رسالة اثنين، رسالة ثلاثة، 10 رسائل مثلا مرسلة في نفس الوقت تحديدا نفس الثانية. فلازم يكون اكو تمييز بيناتها حتى نقدر نفصلهن بالرسيفر. Under these circumstances, some modulation techniques may be employed so that different messages can be modulated into different frequency bands. نحتاج إنه بعض المودوليشن تكنيكس استعملها حتى نفصل بين الرسائل. This technique is called frequency division multiple access (FDMA). أكو بعض التكنيكس الخاصة بالفصل ما بين نفس الرسائل الموجودة، مثل FDMA the frequency division multiple access. بهالحال بال FDMA راح نقسم الى ترددات السبكترم اللي عندنا، الطيف اللي عندنا نقسم الى ترددات، وكل رساله تاخذ تردد معين. Besides this، بالاضافه الى ذلك، there are more multiple access techniques that may be employed for digital systems. عندنا انواع اخرى نقدر نطبقها بحاله الديجيتال سيستم، such as time division multiple access TDMA. TDMA راح نرسل الرسائل كل واحدة لها وقت معين time slot، فد وقت انه نقدر الرسائل اولى ترسل او اليوزر الاول يقدر يستخدم هذا الشيء، تالي وراها اليوزر الثاني ممكن يستخدم ايضا الوقت مالته المخصص، فيصير كل من الى وقت، مثل واقفين جماعة خلينا نقول بسرعة معين، فاول واحد راح يملأ خلينا نقول الشيء اللي يريده، يجي ورا الثاني يقدر يملأ الشيء اللي يريده، وهكذا كل من راح ياخذ الوقت مالته، لكن ما يقدرون كلتهم نفس الوقت، يوقفون مثل سرة، كل من الى وقت معين وراها راح يخلص وقته يجي اليوزر الورا. عندنا نوع اخر اللي هو الكود ديفيجن مالتيبل اكسس، اللي راح يكون ايضا ممكن بنفس الوقت، لكن يكون هناك كود او رمز يفصل ما بين مستخدم او يوزر ويوزر او مسج ومسج عن طريق الكود. فراح يكون هذا بنفس الوقت يكون عملية استعمال السبكترم مالتنا، هذا أيضا بنفس الوقت لكن يكون لفريكوينسي أقل، هذا راح نستخدم كل الفريكوينسي وبنفس الوقت، لكن يكون حتى ما يصير عملية تداخل كل جزء يكون مفصول بكود معين في شفرة معينة. هنا ما يكون بنفس الوقت، يكون كل جزء كل يوزر إلى وقت معين وراها لازم يروح للوقت الثاني. طبعا تكون عملية يعني منظمة تكون هذا الشيء. The receiver end of a digital modulation system consists of a circuit to convert the modulated signal to a baseband signal. طبعا إذا نتكلم على الحالة اللي عندنا ال receiver end for digital modulation system، احنا جاي نتكلم هنا طبعا إذا أرسلناها wireless لازم اكو في الدائرة معينة تحول modulated signal الى شنو؟ baseband signal. راح ترجع baseband signal اللي هي low frequency. ايضا نحتاج circuits to decide which symbol is transmitted during each signal interval by the transmitter. ورا ما نحولها baseband راح طبعا نحتاج الى انه ايضا نحولها الى symbols، ترجع عندنا symbols عملية الفورمات، لكن نحتاج الى شيء معين انه قبلها، انه كيف راح نحدد انه كل سيمبل اي سيمبل هو اللي ارسل. لازم نصير عملية تفرقة ونعرف انه هذا السيمبل اللي ارسل هو نفسه اللي تم استقباله، وممكن يكون عملية detection الى عملية تحقق الى حتى نقدر يعرفه الرسيفر
لأن الترانسميتر راح يرسل سيمبل معين والريسيفر راح يستقبل، لكن الريسيفر لازم يقرر، سوى عملية decision to decide أي سيمبل هو اللي تم إرساله. A digital demodulator differs from an analog one. طبعا هنا جاي نتكلم هنا من أرسلناه بالديجيتال موديوليشن سيستم بالاستقبال، لما استقبلناها صارت عملية لازم demodulation. احنا عندنا modulation بالإرسال و demodulation بالاستقبال. ورا demodulation لازم نعرف البيانات مالتنا ونتحقق من البيانات مالتنا وصحتها، وإذا أي أكو أي error أو خطأ ممكن تصليحه. So a digital demodulator differs from an analog one in that it outputs a specified symbol, whereas an analog modulator produces an output that approximately equals the message signal. بالحالة الانالوج، نبدي بالانالوج، انه راح ينطيني الاوتبوت، احنا ارسلنا اشارة sinusoidal، خلينا نقول اشارة مستمرة analog continuous in time. من راح يوصل الدي موديوليتر راح ينطيني اوتبوت اللي هو ايضا اشاره، طبعا تكون ايضا اشاره انالوج، طبعا اكيد راح يكون بيها يصير عمليه اضافه نويز او تداخل معين اثناء الميديوم، اثناء انتقال اشاره بالفري سبيس او بالسبيس عموما، وراح توصل. لكن راح نرسل احنا اشاره انالوج وراح نستقبلها ايضا اشاره انالوج. هنا أنا بالديجيتال ديموديوليشن تكنيك راح تختلف، انه راح نحتاج انه نطلع لنا سيمبل، انه الديموديوليتر راح طلع لنا مو اشاره، يعني احنا راح تجينا وايرلس هي اشاره اللي هي ديجيتال موديوليشن. ديجيتال موديوليشن حول لنا السيمبل بالارسال ات ترانسميتنج سايد. خلينا نرجع على البلوك دايجرام. هنا بالديجيتال موديوليشن صار هنا عندنا كلها موديوليشن، ارسلت الاشاره، هنا الاشاره تعتبر كونتينوس ايضا، ما راح ترسل السيمبلز يعني هكذا. اذا كنت لاحظ تي هي continuous مثل ما قلنا سابقا بمحاضرة digital communications، تكون هنا اشارة تعتبر analog بس هي تمثل digital فيسموها digital signal. هنا الاشارة من راح توصل هنا الفرق شنو، راح يحول لنا بهالمنطقة الى symbols، نحتاج ناخذها كsymbols. لكن بحالة الانالوج احنا راح نرسل اشارة analog وراح نستقبلها analog، لكن بالديجيتال موديوليشن لا، راح نرسل ديجيتال موديوليشن الاشاره ديجيتال موديوليتي سيجنال، لكن الدي موديوليتر لازم يحولها تالي الى سيمبلز. طبعا هاي السيمبلز لازم تمثل ال specified symbols، لازم تمثل السيمبلز اللي تم ارسالها. It is noted that there is a difference between a digital conversion and a digital modulation. طبعا في فرق اساسي لازم نركز عليه، انه لما نقول digital modulation او digital conversion. A digital conversion, the first of the digital conversion changes the form of information from analog to digital. من عملية نقول digital conversion، يعني عملية conversion يعني جاي نحول شيء، عملية تحويل. We are converting the state of something، يعني الحالة مال شيء. فأنا عندنا الانالوج جاي نحوله الى ديجيتال، فيسموه ديجيتال كونفرشن، جاي نحول انالوج ديجيتال. لكن عندنا on the other hand digital modulation is required when we want to transmit analog signals via a digital communication system but is unnecessary if the information is already in digital form. لكن بحالة digital modulation احنا راح نحتاج اكثر شيء لما عندنا analog signal ونريد نرسلها عن طريق الديجيتال كوميونيكيشن سيستم، فلازم ايضا نقوم بارسال تحويلها ديجيتال كونفرشن، وايضا لازم نحولها الى ديجيتال موديوليشن ديجيتال سيجنال وندزها. طبعا بعض الاحيان يقولون انه unnecessary if the information is already in digital form، انه اذا ديجيتال فورم unnecessary، اذا ديجيتال فورم راح نحتاج هنا بالنسبه للكونفرشن ما راح نحتاجه، ما راح نحتاج الكونفرشن، يعني هي already digital form، من هي digital form ما راح نحتاج conversion، راح تصير هي already digital. لكن هل انه نحتاج digital modulation؟ طبعا حسب الشيء اللي احنا نريده. اذا انا عندي symbols وحولها الى digital modulation من نوع ال baseband modulation فقط، وتالبع ما راح احتاج ال band pass modulation، فراح ارسلها بالكيبلز. لكن اذا اريد ارسلها wireless راح ايضا احتاج ال digital modulation.
ليش؟ لأنه الديجيتال موديليشن راح يغير لي بالإشارة، أسويها باند باس موديليشن وأرسلها وراح أستقبلها. عندنا بيز باند بولس ترانسميشن، راح نتكلم الآن عن البيز باند بولس ترانسميشن، عن إرسال البيز باند. Each pulse has a duration and represents a specific digital information. طبعا مثل ما نعرف انه كل pulse لها duration معينة. خلينا نشوف هذا الفيجر. عندنا هاي pulse معينة، هاي pulse تمثل في الديجيتال داتا بيانات معينة، مثل ما نلاحظ هذا واحد يمثل هنا، فتمثل في بيانات معينة وايضا لها فترة معينة، لها time، لازم احنا نحدد من لها فترة معينة pulse interval اللي تمثل البت المعين. That's why each pulse has a duration فترة معينة and represents specific digital information وتمثل معلومة، مثلا تمثل واحد ولها فترة. In this form of signaling بهذا النوع الإرسال أو عملية تحويل الإشارة، symbols 1 and 0 are represented by positive and negative rectangular pulses. عندنا احنا symbols 1 or 0، طبعا احنا من جاي نقول symbols جاي ناخذ symbol على أساس يتكون من بت واحد. خلينا نقول مثلا كمثال عندي مثلا symbol يمثل بت واحد، يا اما 1 or 0 راح نمثله عن طريق positive or negative rectangle pulses، يا اما راح يكون rectangle pulse يا اما positive pulse او negative pulse. مثلا الواحد هنا positive pulse، نلاحظ هنا ان الواحد هنا positive pulse، راح تلاحظون نفس الانترفل، انترفل نفسه. هنا ايضا واحد ايضا نفس الانترفل و positive pulse. So we have a zero راح نمثلها negative rectangular pulses of equal amplitude and equal duration. طبعا عندنا هنا الفرق يكون فقط بين ال polarity او القطبية، انه ال amplitude نفسها جاي ناخذها والduration نفسها، لكن الفرق فقط هنا positive وهنا zero negative، هنا zero negative هنا positive وهكذا. For example, if the pulse considered is a rectangular pulse, the binary information stream of 1 0 0 1 1 0 1 is transformed into a baseband signal as shown in this figure. فعندنا بهذا الفيجر راح نلاحظ انه عندنا 1 0 0، هنا عندنا 1 0 0 1 1 0 1، فهذا الـ A. Where TB is assumed to be 1 second. TB assumed to be 1 second. هنا TB عندنا شقد قيمته؟ 1 second. هاي الفترة الخاصة بالduration تاعي نجي عليها. In the baseband transmission, we will represent the binary digits with electrical pulses in order to transmit them through a baseband channel. بالbaseband transmission راح نمثل الباينري ديجيتس with electrical pulses على مود حتى نرسلها بالميديوم. طبعا الباسباند شانل شنو؟ لازم ميديوم في شانل معينه تسمح للباسباند سيجنال النقل، مثلا وايرد كونكشن. هنا الوايرد كونكشن راح يسمح لنا ان نستخدم باسباند، لكن المهم اللي نريد نركز عليه بالباسباند ترانسميشن انه we will represent the binary digits على انه electrical pulses، لكن البولاريتي تكون مختلفه. اذا positive polarity we have 1, negative polarity we have 0. The amplitude is the same. So negative or positive, يعني طبعا negative amplitude وهنا positive amplitude لكن the same. Will duration also the same، وقلنا 1 second تقريبا. نحن نلاحظ بالfigure signals for baseband pulse transmission. A baseband pulse signal. B the received signal. مثلا راح نلاحظ انه هاي baseband pulse signal من نرسلها، لكن طبعا اذا استقبلنا الريسيفد baseband signal، هنا جاي نتكلم على baseband لانه جاي نرسل. ملاحظه مهمه، هنا جاي نتكلم على baseband signal وقلنا baseband transmission، قلنا baseband transmission يعني جاي نرسل الاشاره مو band pass، ما جاي نرسلها بالهاي frequency، حولناها فقط baseband low frequency وجاي نرسلها الى medium يتقبل انه يكون الاشاره تجي هي baseband، مثلا wire connection، wired connection.
فأيضا لكن من راح نستقبلها ممكن يكون receive signal corrupted by noise. أنا عندنا B لازم يكون فد noise تنضاف. طبعا عندنا sampled points, عملية sample points حتى نميز نسوي detection للقيم الموجودة. See the output of the correlator. راح يصير عندنا عملية correlator نجي تعال عليه إنه يقوم بعملية يعني توافق ما بين الإشارة المرسلة ويا المستقبلة الإشارة المستقبلة يريد يميزها بالنسبة للمرسلة فراح نسوي عملية correlator وراح نطلع السامبل بوينت والسامبل بوينت راح نشوف إنه هنا بعد الكورليتر صار عندنا تقريبا الإشارة تمثل الديجيتس يعني تقريبا نقدر نقول إنه هاي واحد نقدر نقولها صفر صفر واحد واحد صفر واحد طبعا المهم راح نحولها بعد هذا الشيء إلى بيتس فقط فإحنا ما جاي نأخذها فقط كإشارة هي مو أنالوج سيجنال لكن هاي الإشارة جاي تنطينا فقط حتى نحول وناخذ معلومتنا إحنا أرسلنا واحد صفر صفر واحد واحد صفر واحد فنريد بالاستقبال وراء الكورليتر لازم تطلع عندنا المعلومة واحد صفر صفر واحد واحد صفر واحد so it's the same. After that, we will convert this one. We transmitted this one, and at the receiving side, we receive this one, the same information. So this one, in this case, is okay. Like in the sort of difference, if there is any difference, like this one instead of one or this becomes zero, so there will be error. راح يصير عندنا خطأ باستقبال المعلومات. نكمل على المحاضرة القادمة إن شاء الله.